وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نقف الآن بناء على الآية مع قول نبينا صلى الله عليه وسلم. أنا زعيم بمعنى أنا كفي، أنا ضامن، وقد جاء هذا في القرآن كما في خبر نبي الله يوسف وأنا به زعيم لما نادى أصحاب يوسف العير، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي كفيل ضامن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا زعيم، وبيت يكفله النبي صلى الله عليه وسلم سيكون حقا لا مراء فيه في ربض الجنة. بعض أهل الشراح يفسرون ربض الجنة بأنه نواحي الجنة، والحق أن اللغة تساعد على هذا، والحديث نفسه يساعد على هذا، لأن قال ربض ثم قال وسط ثم قال أعلى الجنة. وبعضهم يتوقف خوفا من أمور أخرى تدخله في قضايا ما يقوله المعتزلة، لكن بلا شك أن الجنة منازل، وإن كانت كلها تسمى جنة. لكن ما المقصود من الحديث؟ أهل المروءات جعلنا الله وإياكم منهم. يختلف الناس في حديثهم في قولهم من اختلافهم من غايتهم، فمطلبك الذي تنشده هو الذي يحكم قولك. فالإنسان يأتي القول أو يأتي الفعل بناء على الغاية التي أضمرها التي لا يعلمها إلا الله. فعندما يحصل جدال مراء بين اثنين، فلنفرض أن هذا الجدال والمراء على ملأ أو في التلفاز أو في وقت حضور شديد، فإن الأصل أن الإنسان يحب أن تظهر رفعة نفسه ونفاسة فضله. أعيد، يحب أن تظهر رفعة نفسه ونفاسة فضله، يعني يظهر علو كعبه، قدرته، مقدرته، علمه. لكنك عندما تجادل أحدا ثم ظهرت نفاسته وعلمه وفضله وعلو كعبه وأنه أفضل وأعلى منك وحجته أقوى من حجتك، قطعا ما الذي يصيبه؟ ينكسر قلبه. هذا لا يتمارى فيه أحد، فيشعر الآخر بأنه كسر. وأنتم تعلمون أن سيبويه لما نازع الكسائي في مسألة الزبورية المعروفة وغلب كسر سيبوي، خرج. يقول أحد العلماء في تعبير جليل، يعني قلما يكتبه أديب لكن الله يوفق، قال فخرج من القوم يتوارى من سوء ما لحق به، لأن نفسه انكسرت. فعندما يأتي المراء على الملأ وتشعر أنك لو زدت انكسر قلب أخيك، هنا تأتي نيتك. فإن كانت نيتك الله والدار الآخرة لن تقبل بأن يكسر قلب أخيك، فتراك حتى تخفي بعض حججك، حتى تلتمس الأعذار لأخيك، حتى بعض الأدلة التي هي قامعة له تواريها لك لا تقولها، ويظن من يراك أنك عاجز، وإنما أنت لا تريد أن تبلغ بالأمر مدى أن تكسر به قلب أخيك. ولكن هذا عزيز في الناس قليل، هذا إذا وجد فهو عزيز قليل. هذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا.